لا خالة، لسه أمي ما أجيت. على عيني وراسي خالة، تأمري أمر، بس لا تجي بخليها تحكي معك. مع السلامة. شو؟ منيح فرحان، لساته بحمص. ها هي أمي إجيت، تفضلي. شو؟ بس لنلاقي بيت نتجوز. لحظة خالة. أمي. شو أمي؟ أنت يسرع التليفون. إيه؟ حقرارة لا تدي ساعة معنا. أهلين أم تيسير، هاي وصلتي من عندهم. مشي الحال مثل ما حكينا. مظبوط، بس بيني وبينك ما بعرف ليش قلبي قامطني. سمر جيبي لي كاسة مي تقبريني. ليقوم ياكلون علي؟ لا، كتب لي سنة، قال لي هاي تجارة، صحيح فيها ربح بس كمان فيها خسارة. لا حرام، وجبني وباين عليه كتير أكابر. قال لي مثل ما قلتي لي تمام، أعطيه خبر قبل فترة إنه أنا بدي مصرياتي، دغري بيعطيني إياهم. وسألني أختي بدك كل شهر ربح ولا فرد دفعة؟ خديها اغسليها مشحة. شو مشحة؟ ما مشحة، روحي نظيفة مثل الفلة. إذني فارقتها امبارح. يو مو لك المشحة الكاسي. شبك أم تيسير، شو صاير ليك؟ بيني وبيني انا ما بقدر احكي قدامهم، بخاف يطمعوا فيني ويطلعوا لي كل يوم فني شكل وبطلب شكل. مثل ما عم اقول لك ام تيسير، اعطيته اياهم بس قلبي قامطني، ليش ما بعرف. لك صحيح ام تيسير، كنت رح انسى، شو صار بنتيجه البكالوريا؟ طمنتي لي؟ شو عم تقولي؟ شو امي؟ رسب ما؟ نجح يا سمر، نجح. لك انا قلبي فاير وانتي حاطه المجله وقاعده عم تقري. هذا اللي تعلمتيه من زابينا؟ لك هلا بشفتر تمك، بشلف بشلف حاجه. امي هي طرق تجميل حديثه، لا تدخليه. ايوه بعدين، يعني لا تقلقي عليهم، بيكونوا بعدين مشوار متمشوا. متاكده انه صاحب بيتنا ابو ابراهيم ما اجى بغيابي؟ يعني عم كذب عليك يا وي يا وي. شلفوا حلاكي يا ابو محمود، عم يكذب علي. يا اما الله العليم عم يعملوا لي شي مؤامرة. ايه امي ايه اكيد، هذا ابو محمود اكيد عامل فيكي شي فيلم، حاكي مخرف وصاير عم يتهيأ له شغلات غريبة عجيبة. هلا هو اللي عم يتهيأ له شغلات عجيبة غريبة ولا؟ غريب، لهلا ما طفوا الكهرباء. امي لا تفاولي مشان الله، هلا بيطفوا لي اياها وبروح عليه المسلسل بشوف شو صار بالمجرم. احمد كثير تاخر، خايفه يكون معلقان له بشي مشكله مع حدا. لا امي لا، مثل القط بسبع ارواح، لا تخافي عليه. افتحي بعد، حتقولي لي افتحي. بفتح قرطورة العيلة لاني انا. هاوي هاوي. طلع عوزه برب الفرق يا لطيف. هاوي هاوي. يا الله، اهلين ابو محمود. شو اجوا؟ مين هدول؟ مختار وابو ابراهيم والشهود. عدي عدي طولي بالك لاحكي لك. عدي احكي لي لشو؟ يا عمو الله يرضى عليكي، روحي من فوق راسي. بعدين ليش هيك مجلطة وشك؟ شو هاد؟ طالعة مثل برغوت باللبن. ايه خليك معي ابو محمود، احكي لي. مثل ما بيقولوا، مصائب قوم عند قوم فوائد. شو قصدك يعني؟ جايكي بالحكي، طولي بالك. هذا يا ستي مثل ما دريت، ابو ابراهيم صاحب بيتي كان جاي يعمل لك فنطي. قامت مرته قالت له تعا يا ابو ابراهيم بدل لي جره هالغاز فضيانه. اجا لك ابو ابراهيم ونتع جره هالغاز المليانه نتعه وحده، وصرخ قال اخ وبرك بارضه. مداري معه دسك ومانعه الدكتور يحمل حتى نص كيلو خضره بايده. والتهوا لك هالجماعه فيه، جماعته يعني، التهوا فيه وجابوا له الدكتور، قام منعه من الحركه شهر. وهلا هالرجال عم يصرخ بالمقلوب يا حرام. مسكين يا ابو ابراهيم، زعلتني عليه يا حرام.
بكره رح احمل حالي وشق عليه. قلت لي مانع الحكيم عن الحركه شهر. اي شو شهر؟ قولي شهرين واكثر. حاكم تسك هالايام. شو اجيتوا تقبرني؟ رد الرحمه؟ لا لا رح ابعت جيب بوظه وعليها اشطف استو. حلوه نجاحك يا حبيبي. نجحت ليش؟ مبروك عم يقولوا هالمره نجحت. كيف كشتة؟